هلو يا حلوي، كيفكم؟ ان شاء الله بخير. ان شاء الله كي شتاف احنا ناس حبايب الكرام. جات لكم مقطع تاع شباب لا تغزي صار يومين ماني منزل ولا مقطع تطير. ام تو ستوري جايز الالوين ما بعدو جاي في شباب الان باحد احد حساب احد احد المتابعين حساب احد احد المتابعين اللي ربحوا معي بالمسابقه الموجوده كانت على الانستغرام يا اساطير. ما بعدو شايفين على شباب السحب على اليمين هو اللي كان فايز. اوكي يا اساطير، سو نايس حبايبنا الكرام. لان احنا ندخل على الحساب ليش حنتلو شباب يعني حبيت مثل ما انتم شايفين في التوب اب هون مع حبايبي. خلينا ندخل شباب، عندنا هون حصل على التوب اب وبين انه يعني شاحن اول مره شخصيه جوزيف. شباب هيك بكون جبنا شخصيه جوزيف التمانو. سو جايز رح نشحن شوي شوي جوهر. اوكي على رواق. اوكي حبايبنا رح نحاول نجيب له اهم الاشياء باللعبه ولوز اللوز. ثواني ليش ما في صوت؟ اكمل. حلو شباب، لا صار معنا تقريبا 3000 جوهر يا اساطير. خلينا ندخل مباشره على المتجر شباب، متجر بروفيسور حبايبي. ندخل على متجر بروفيسور. يس ندخل على متجر. وين بروفيسور؟ وينه؟ وين المتجر بروفيسور؟ جيبوا لي وينه؟ وينه؟ ليش ما عم بقدر ادخل؟ ليش ما عم بقدر ادخل يا اساطير؟ اوكي ما عم بقدر ادخل. وات از ذس؟ اوكي طولوا بالكم شباب، خلي الوضع ريلاكس. ندخل من على طريق المتجر. التمانو هيك دخلنا على المتجر. حلو عندنا تخفيض 90 والله كثير حلو، ما توقعت هالشيء. حبايبنا الكرام لين رح ندخل. اوكي نشوف نجيب اهم الاشياء شباب، اهم الاشياء بالحساب، اهم الاشياء اللي سوينت. بس مشكله اذا عنده الشخصيات مش شخصيات. طبعا شباب مثل ما انتم شايفين يا رب الحساب يعني ندخل على الشخصيه نشوف الشخصيات اللي عنده مناسبه. عند زبلي زم كورونا ما كورونا مورو ما مورو علوك ما علوك معلم فهمتني حبيبي والله علوك علوك ابي يدلل معلم. راح ندلله معلم اليوم، راح ندلله ابي يدلل. حبايبي الكرام خلينا ندخل على المتجر. اوكي طبعا جبت له هاي. اوكي يعني الحجرين امننا حجرين وضعنا اللوز اللوز معلم. ندخل على المتجر اساطير ما شاء الله. اهم شيء اوكي ندخل نجيب له ابو الرقصه لانه باين ما عنده اياها. نجيب له القلب عشان يعطي قلوب معلم يعني لاي صديقته او اصدقائه او اللي بده يعني فهمت علي كيف. سو نايس شباب، عندنا 60 بطاقه حاضنه بنجيب ابوها لعيونه التمانو. وبعدين عندنا شو هون كمان عندنا يا اساطير شو هاي؟ صندوق السيد واجر اجر شو هذا؟ فكرنا منها نركز بدنا الاهم الاشياء يا زلمه، بدنا الاشياء المهمه معلم. طبعا بالنسبه لهي معلم نجيب له ابو هيك الصناديق شباب نفتح لهم اياها هيك على السريع معلم. ابلع ابلع طلعت له الرقصه حظ اسطوري معلم. التمانو الحظ اللوز اللوز ايوه رقصه ما في رقصه. نجيب له القصيمه هذول شباب الكيو سي جوهره اللوز اللوز معلم. نجيب له هذا السكين معلم التمانو. روح يا شيخ روح روح وتدلل. ونجيب له كمان ابو السكين البنت روح يا معلم تتدلل. التمانو لا كازا دي بابيلو معلم فهمت علي حبيبي والله. اللي بعده معلم نجيب له هذا الليل هي 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 هذا اللي ما بعرف شو هي بس اني واي فهمتوا علي. نجيب له هدول معلم ما طلعتنا الرخصه. نجيب له كرونو معلم مشان يشغل كريستيانو فهمتوا علي ويرفع لنا ضغط يرفع ضغط اللاعبين. ونجيب له رخصه علوك معلم التمانو بلا يا جميل روح حبيبي والله. ال 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 الفاير باس تعال يا جميل فعلوا الفاير باس حبيبي والله. جبنا له فعلنا الفاير باس اعتقد تفعل الان يا اساطير. الوضع لوز اللوز معلم. جبنا له الاشياء المهمه شباب القسايم القسايم شباب التمانو صار عندنا 100 قسيمه شباب. ونجيب له ال شو اسمه هذا السكين اكاد دي بابيل معلم تعرف يعني ضروري. ونجيب له كمان سكين البنت روح معلم روح روح يا معلم روح روح معلم. هيك شباب صار وضع لوز لوز. الان شباب رح نرجع على المتجر وشوف شو جبنا بعد شوي على الاروى. اهم شيء حبايبنا الكرام الان رح ندخل نحرق ابو البطاقات يا اساطير. ابو البطاقات شو؟ شوف شو عنده من الاشياء. طبعا ما عنده سكار تيتان ما عنده الام بي 40. اوكي نجيب له اهم الاسئله نحاول نجيب له اهم الاشياء. اوكي يا اساطير نقول بسم الله الرحمن الرحيم. اول خمس لفات تمام. شغل حجر حلو حجر يلا بدنا اقنعه هلا معلم. حلو هيك معلم اجينا واقنع معلم لوز اللوز. يلا ان شاء الله كمان شيء ثاني كمان قنا معلم. املنا املنا البي 40 طبعا ويلي 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 ثلاث اغنياء ويلي املنا له اقنعه شباب الحجر. هيك املنا له ال بي 40 معلم هيك املنا له الام بي 40 حبايبي ركزوا معي املنا له الام بي 40 وضعه لوز حلو. شو هي؟ السكار اول قناع على السكار معلم لوز كمان حجي ان شاء الله. شو ثاني؟ حجر حبيبي والله حبيبي والله املنا له السكار حد معلم حبيبي والله. شو هاي كمان؟ والله ما انه كان حجر بدنا الله احجار معلم حجر كمان حجر حبيبي والله حلو حبيبي والله حلو والله شيء اسطوري معلم. هاي حجر ثاني وهي حجر ثالث انا حاسس لا والله هذا
قناع. يلا والله حد اسطوري شباب، اجيكم بالاخر. حجرتين يا السلام عليك، يا السلام عليك معلم. هذا حجرتين شباب، الوضع كثير. انا 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 صراحه انا بتحمس شباب، اقسم بالله شباب لما بحرك هيك اشياء هيك بطاقات ويعني بتحمس كثير. فهمتوا علي كيف بتحمس؟ تحمست حجر التمانو، ان شاء الله حجر كمان معلم. اقنعه ويلا على اقنعه شباب، اقسم بالله شباب هيك شباب بيستاهل واحد يحرك لهم بالاخر يعني. حجر تمام تمام معلم، الوضع تمام حلو. اوكي ناو الان شباب رح نروح على الفاير باس. طولوا بالكم ليش اطلع عليكم نروح على الفاير باس؟ لانه في عنده اشياء لازم نجيب له الاشياء اللي هون معلم. نفعل له الفاير باس ونفعل له سكين البنت ويزبط وضعه ولوز لوز. يا سلام عليك، تزويد تزويد سريع، تزويد سريع. ويلي هات هات هات، روح روح معلم، روح 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 افتح. وحجر حبيبي والله، روح على 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 المهمات معلم، نعمل له حصول كل شيء. طبعا باهن على الشاب يعني عامل مهمات، هيك بيكون رفعنا له اللعيبه معلم، هيك بيكون رفعنا له ال بيعمل مهمات وجبنا له اهم الاشياء. اوكي هات شوفوا هاي القسايم عشان يطور الشخصيات و 261 شباب. هيك بنجيب له كمان، نجيب له لا لازم اجيب له السكين. هذا الفاير باس شباب السكين اسطوري، اجيكم بالاخر شباب. تزويد حبيبي والله اسطوره، وهذا سكين فاير باس معلم نعمله فتح تزويد على السريع شباب، على السريع شباب. وقتنا محدود شباب، لا بمزح لا ابو حمد ولا شيء. اللي بعده شباب وين كنا؟ الان نرجع على الحاضنه. اوكي عندنا 13 شباب، عندنا 13 حجر يعني شباب 13 حاجه. طبعا يو ام بي شباب مو كثير مهم. اوكي ام بي 40 يعني دائما بنلعب ام بي 40 وفهمتوا علي. اوكي نعم شباب عندنا هون بقينا حجرتين، ان شاء الله نقدر نجيب له الاسلحه الثلاثه. حجرتين معلم بيل، شو هذا؟ بقينا حجرتين شباب. اوكي راح نرجع شوي بعد شوي للحاضنه، طولنا بالكم شباب. اوكي راح نضرب البارفال شباب، البارفال نجيب له الاسلحه كلياتهم شباب يعني مشان يظبط وضعه معلم. عندنا طلعنا السنايبر والشوتجن واللانشر والاس كيس، هذا كمان اسطوري فيه سرعه، والفيسس وضع متشابس. هات نشوف شو في هون، ما في شيء، في شيء حلو اكيد اكيد راح يكون في شيء حلو حبيبي والله. يو ام بي معلم اسلحه معلم راح يكيف وضعه لوز اللوز من الاخر شباب. هنا ناخذ الاشياء من بتاع اليمين يا سفير. طبعا والله تتدلل بيتدلل. لا تنسوا شباب في مسابقة شباب جاي على الطريق شباب، نفس الشيء جهزوا حالكم هاليومين كمان، نفس الشيء على انستغرام شباب اليكو شوك طايف اف. شباب اللي ما شاف اليكو شوك طايف اف يجي لهون موجود على اليمين شباب، اشتركوا. اوكي ايفريبادي روح على انستغرام اشترك، لا تنسوا بثوث مباشرة على الفيسبوك اليكو، نفس الشيء بنعمل دائما بثوث مباشرة يوميا شباب. تمام نرجع للشغل حبيبي والله، حبيبي والله كان بدي البرفال معلم، بدي البرفال معلم 110 هاتوا هاتوا حبيبي. هاي جانا بارفال شباب، وضعه صار تمام تمام حبايبي، وضعه صار تمام. طب باقي شوي كم اسلحه شباب نحاول نجيب له كمان نحرق له. ما نخلي ولا بطاقه، ما نخلي ولا بطاقه، ما نخلي ولا بطاقه، كله نجيب كله نحرق عليه ولا بطاقه. طيب شباب هاي هاي فيها كم وحده فيها؟ هاي شو هاي؟ شو هاي؟ اوكي ممكن نضرب هاي كمان. يلا حبيبي والله، حبيبي والله شو هاي؟ حبيبي والله شخصية ماكسيم مش ما هي الحزمة مع الأشياء. والله شيء تمام حلو حلو. هاي جبنا بيت ماكسيم شباب، شيء شيء مرتب طبعا يعني شباب، ما راح يهمه يعني سكين البنات، بس يعني اجتوا هالحزمة كمان شيء حلو الحساب شباب، اجوا يعني سكنات حلوات كثير يعني. وهي كمان معلم يا سلام عليك، شو هاي كمان؟ لا يا الزلمة جبنا له كمان سكين البنت معلم، روح يا جميل تتدلل. شو بقى انا معلم خلاص يكفي للهون هون. سو نايس نايس سو جايز، الان شباب رح ننتقل للقسم الثاني شباب. اوكي القسم الثاني يا اساطير رح نضرب هاللفه. اوكي القسم الثاني شباب رح نكمل، رح نجيب له طبعا. طولوا بالكم طولوا بالكم شباب، لازم نشحن له جواهر كمان. اوكي نشحن له جواهر كمان يا اساطير. التمانو التمانو شباب نشحن له كمان جواهر حبايبي، يا سلام نشحن له كمان جواهر. اعتقد هيك شحنا له تقريبا 5-6000 جوهره ولا هيك، فهيك بيكون شحنا له الباقي شباب تقريبا، هي صار معنا 6000 جوهره تقريبا. راح نكمل له على الـ على الـ على الـ على الـ على نجيب له الشوتجن شباب، فهمتوا علي كيف؟ نجيب له الشوتجن حزبيت ولا مو بيت؟ حزبيت معلم، حزبيت معلم، حزبيت معلم، بعرف حزبيت معلم. هي نجيب له الشوتجن معلم، وضعه لوز اللوز، هيك بنكون جبنا له الشوتجن شباب، باقي 900 جوهره شباب. اوكي راح نكمل على ان شاء الله يطلع له شي حجرين
في حجر. يلا نحاول نجيب حجرين ان شاء الله. حجرين معنا ان شاء الله. حجرين تمام. حجر حجر حبيبي حجر. راح نجيب له اهم شيء. اوكي نعمل له استذكار. نجيب له الاسكار معلم. نجيب له الاسكار حتى معلم. وضعه صار حساب اسطوري شباب. اقسم بالله هذا الحساب شباب يعني ما في ما في ما في ما في, ما في, ما في كلام. ما في كلام شباب. الاسكار والام بي 40 شباب. تدلل 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 يا قلبي. اوكي شباب الحلوين خلينا ندخل على لا معلم شيل لي هالسكار من ايدك. شيل لي هالسكار حجي. ندخل نضبط له اللبسات. هذا حط له هذا فيه ثلاث سرعه اللي كي طول بالك ما في كلب ما تنزل شيء حاضن تيكي شباب. هي عندنا السكار شباب نحط له اياه بالفريق. جروزا اسكيس فيه السرعه هذا معلم. التمانو هذا في 41 يوم حلو حطه كمان جميل. هذا كمان البارفال معلم زبطنا له البارفال. لأسلحة الرشاشات عنده يعني هذا اليو ام بي كمان حلو فيه معدل اختراق درع كمان مرتب يعني. وعنده هذا كمان كمان يعني في يو ام بيات يعني وضعه لوز مو مهمات كثير. نحط له هذا الشباب هذا فيه معدل وهذا فيه معدل احسن له. في اس اس معلم نحط له هذا فيه الطلق معي باين يعني. ال ام بي 40 معلم. اند سو ناو اند ناو نحط له ابو الشوتجن يا اساتير. نحط له ابو الشوتجن شباب. نحط له ابو الشوتجن. اوكي شباب هذا السنايبر نحط له السنايبر معلم. والمسدسات هي هون نظبط له الوضع. اوكي سلاح ما سلاح. واللوز اللوز معلم التمانو حلو. هيك الوضع صار لوز اللوز. الوضع صار لوز اللوز. اوكي شباب هيك ماشي. حنلو 1300 جوهره كمان يا حبيبي. صار معنا 1300 جوهره. حنضرب على الحاضن يا شباب. اوكي حاطط هي نحاول نجيب له الاكس ام ويت. اوكي شو يطلع له حجر. يلا حبيبي حجر حجر. ما في حجر ما في حجر شباب. الحظ بيت شباب. اوكي الحظ بيت. تعالوا هاي اوه قناع حلو. اوكي شباب نحاول نرجع نشحن له مره ثانيه 1000 جوهره شباب. هو وحظه هو وحظه. يلا انت معنا حلو كمان 1000 جوهره يا اسطير. حلو هي صار معنا 1000 جوهره. يلا بسم الله الرحمن الرحيم ان شاء الله يطلع له حجرين شباب. حجرين معلم. اي 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 حجر حجر يا زلمه. ما في حجر والله اقسم بالله شباب. حجر شباب ما في للاسف شديد شباب. راح نجيب له اكس ام ويت يعني يكون عنده 3 احجار يعني. اوكي نقدر نجيب له يعني باقي له حجرين. حظه مش لوز اللوز معلم. برايي برايي انه نخلي له اياه نخليه هو يعمل بده اياه تمام. ممكن نجيب له شيء مثلا شيء 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 شي من هون مثلا. لا والله الشباب تعرفوا شو راح نجيب له اليو ام بي. اليو ام بي شباب هذا فيه معدل ودقه هذا يعني كويس. هذا عندي بالنسبه لي شباب هذول اثنين حلوات. راح نخليه هو كمان شباب يختار اللي بده اياه يا حبايبي. سو نايس شباب. الان ندخل نشوف نتاكد شو ما في ما في ما في ما في شو ما في شو ما في. اوكي هون نشوف ندخل لهون. نتأكد له نجيب له الرقصات. الرقصات شباب الرقصات في كتير اشياء لسه ما خلصناهم. الرقصات اوكي هاي نجيب له هالرقصه شباب. في كتير من الرقصات يعني ما لسه ما خلصنا حجي. صح في كتير اشياء هون معلم 60 التمانو. وهي كم او باقي وحده. اوكي نجيبها مرتين. خلينا ندخل على الاسلحه شباب نجيب نضبط له الرقصات وما رقصات. حلو جميل. اوكي هاي شوفي هون هاي زبطنا له هاي محطوطه هاي محطوطه. اوكي مركبات هي رقصات معلم يظهر الكل كل شيء محطوطات يعني. تمام تمام هي عنده صار القلب موجود يعني رقصات حلوات وجميلات. سوني حبايبي بنلو بقى شوي من الجوار. عم نجيب الدراغون هذا الاخضر اللهب موجود بالمتجر. اوكي نفتح له اياهم طولوا اياه شوي. اوكي باللوز معلم شو هي كمان كمان وحده هي. يلا حبيبي والله لا هذا دراغون الازرق اي تمام جديد. يلا عادي معلش جيب له شباب. تمام في صناديق شباب لسه ما فتحناهم يا شباب. اوكي ندخل على الصناديق شباب بالخزنه. في كثير اشياء يعني كان موجوده لسه ما شفناهم. صناديق موجوده نفتحهم شباب نشوف حظنا. حلو طلعت القطه الاي كي معلم ما في. شوغان هذا معلم حلو. هذا تراكو اللهب كمان باللوز. الصندوق معلم هذول نفتح له بكلياتهم. اوكي لننهي الوضع نفتح له هذا معلم. البدلات حبيبي والله. وهي كمان. اوكي شباب اعتقد يا شباب صار عنده شوي سكنات حلوه مثل ما انتم شايفين يعني. شايفين يعني ما كان عنده سكنات للاسف الشديد يعني. يلا صار عنده شوي سكنات حلوه. البروفيسور ما بروفيسور وضع صار لوز لوز معلم على الاي كي يعني ومع السنايبر مو سنايبر هذا. حبايبي الكرام هيك الوضع صار لوز. اوكي تمام تمام
الو اليكو، اولا شكرا شكرا كثير على كل شيء عملته لي في حسابي، ولا تنسوا اللايك والاشتراك، ووصلوا هذا الفيديو لأربعين ألف لايك. اوكي حبايبي الكرام، ايه بكون تاع مقطعنا اليوم حبايبي الكرام؟ ان شاء الله انبسطتوا مع هذا المقطع يا اساطير. بتمنى بكل الصوره يا شباب. للاسف شديد الشاب ما اقدر يعني يجي معي باللوبي، عنده كان مشكله بالنت للاسف شديد حبايبي. سو جايز الحلوين، لا تنسوا تروحون على الانستغرام عشان مولود على اليمين يا اساطير، عليكم شغل جيمنج يا اساطير، راح ننزل ان شاء الله مسابقات جديده واكثر واكثر حبايبنا الايام اللي جاي. حبايبنا لا تنسوا باللايكات والاشتراك والمفعل، مش مفعل زر الجرس، يفعل الجرس، بشوفكم في مقاطع جديده، الى اللقاء، باي باي.